حكينا من قبل عن مفهوم مقياس الرسم وعن كيفية استخدام مسطرة المقياس. اليوم حنحكي كيف أستخدم مسطرة عادية عشان أرسم بمقياس معين. الموضوع بتكون من خطوتين. الخطوة الأولى هي عبارة عن تحويل الوحدة. مثل ما تكلمنا من قبل إنه مقياس الرسم مثلا 1 إلى 100، معناته إنه كل وحدة في الرسمة تمثل لي 100 وحدة في الواقع، فالوحدة حتكون ثابتة. فعشان أسهل على حالي، الخطوة الأولى حتكون إني أحول أي مقاس عندي إلى الوحدة اللي حرسم فيها. فمثلا المسطرة هاي عندنا بالسنتيمتر، فمعناته إيش ما عطيت أنا مقاس راح أحوله، أتأكد إنه وحدته سنتيمتر قبل ما أحسب كم مقاسه حيكون. فمثلا لو قلت أنا بدي أرسم خط عبارة عن 4 متر، اللي حسويه اني حول هذه 4 متر لوحدة السنتيمتر باني اضرب ب100. لما احولها حيطلع لي 400 سنتيمتر. الخطوة الثانية اني استخدم هاي 400 سنتيمتر عشان احسب مقياس الرسم. حقسم 400 سنتيمتر على 100 اللي هو مقياس الرسم 1 إلى 100، وحيطلع لي 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر هاي هي اللي حرسمها، حرسم بالمسطرة 4 سنتيمتر تمثل لي 4 متر لما بنكون نحكي عن مقياس رسم 1 إلى 100. نفس الكلام بنطبق لو بنحكي عن مقياس رسم ثاني، يعني لو نحكي مقياس رسم 1 إلى 50، هاخد نفس 400 سنتيمتر أقسمها على 50 حيطلع لي 8 سنتيمتر. بالتالي لما أرسم خط مقاسه 8 سنتيمتر، أنا قاعدة أمثل 4 متر بمقياس رسم 1 إلى 50. الكلام نفسه بنطبق لو قلت مقياس رسم ثاني 1 إلى 200، بقسم 400 على 200 حيطلع لي 2 سنتيمتر. الخط اللي مقاسه 2 سنتيمتر هو يمثل 4 متر بمقياس رسم 1 إلى 200. أتمنى تكون واضحة الفكرة. لو استفدتوا من المقطع انشروه بين أصحابكم، اعملوا لايك واشتركوا بالقناة، وشكرا لدعمكم.